النهاردة كان يوم تدريبي مثمر وجميل، وكان دوري أن كنت أحد المدربين في محافظة القاهرة، وكان عدد من المحافظات اللي حضرت الحقيقة النهاردة وبكثافة، وفي استجابة طيبة جدا من السادة الزملاء. الزملاء حضروا النهاردة بكثافة وكان الحضور كبير جدا، وكانت الاستفادة في تقديري جيدة جدا بل ممتازة. طبعا اليوم النهارده كان بالنسبه لي ان هو مثمر ومفيد، لاني بصراحه اتعرفت على حاجات كتير كنت انا محتاجه ان انا اتعرف عليها وان انا اثبت اقدامي فيها، بحيث لما انا اكون محكمه للطلاب في هذه المسابقه هقدر ان انا افيدهم واقدر ان انا اديهم الدرجات اللي هم يستحقوها وبثقه وامانه، ما اكونش ان انا ظلمت طالب او ان انا اديته اكتر من حقه. وفي نفس الوقت انا حاسه ان هو مشروع جميل جدا، لان فعلا الشباب في الفتره ديت ولادنا محتاجين فعلا ان هم يتجهوا للقراءه، لان انا فعلا بتمنى ان ولادي كل الطلبة اللي عندي فعلا يقبلوا على القراءة. فانا دلوقتي اقدر ان انا اقيم على ارض صلبة واعرف ان انا فعلا قدرت ان انا اجيب الدرجات كما ينبغي. وجودنا النهاردة في محافظة الإسكندرية وفي مديرية التربية والتعليم بها، النهاردة التدريب كان مثمر جدا واستفاد منه الجميع، وسيطبق ما تم التدريب عليه أثناء التحكيم في المسابقة إن شاء الله. دوري النهاردة في يوم تدريب المحكمين، أنا كان باعتباري أن أنا خضت كل مراحل التحكيم على مستوى المدرسة والإدارة والمديرية وعلى مستوى الجمهورية، كنت منقل لإن شاء الله السادة المحكمين تجربة فعلية وتجربة واقعية على المراحل اللي أنا مريت بيها وكيفية التحكيم وكيفية استقبال الطلاب أو المعلمين بشكل خاص في عملية التحكيم. انطباعي عن اليوم النهاردة بدون مبالغة هو يوم رائع جدا، لأنه كان يوم موجز وكان كل الجزئيات اللي تمت في هذا اليوم كانت مفيدة جدا بالنسبة للمحكم. طبعا بالنسبة اليوم أضاف لجميع المحكمين وليست لي فقط، أنه أضاف أشياء جديدة وحاجات طبعا لم تكن في استيعاب بعض المحكمين، كيفية استقبال الطالب، كيف التعامل مع الطالب، كيفية الأسئلة، لابد من وجود محكمين، لابد من تقسيم الأسئلة بين المحكمين، فكل ذلك يرفع من قدر الطالب ويعطيه ثقة بنفسه وفي شخصيته. خلي بالك السؤال ده مهم قوي ليك كمحكم، هنتكلم عن المحاذير اللي احنا بنلعب فيها. نمره 1 تصنيف 10، نمره 2 تخصص المعلم، نمره 3 ما يكونش ليه مؤلف في الكلام ده. مصر بألوان المعرفه.